وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من إسطنبول موفدة إكسترا نيوز ندى رضا. ندى برحب بك معنا إلى هذه النشرة الإخبارية. ندى، بعد إعلان نتيجة جولة الإعادة أو الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية وفوز طبعا أردوغان بفترة رئاسية لمدة 5 سنوات جديدة، كيف تبدو هي الأجواء لديك؟ لو تنقلي لنا الصورة ندى. نعم، برحب بيكي دانا وبرحب بالزميلة دارين. خليني أبدأ معاكي بالأجواء النهاردة منذ انتقالنا في شوارع إسطنبول. في الحقيقة الشعب التركي بدأ يومه، لأن النهاردة أول الأسبوع في تركيا، بدأ يومه بنزول لمشاغلهم بعد احتفالات استمرت امبارح، خلينا نقول لغاية الساعة فجر أمس يا دانا، احتفالا بنصر رجب طيب أردوغان في هذه الانتخابات. خليني برضو ألقي مزيد من الضوء على الكلمة اللي ألقاها رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي في أنقرة بالأمس بحضور 320,000 مواطن تركي. اتكلم معاهم وشكرهم على تأييدهم ليه، وشكرهم على النزول حتى لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، سواء اللي أعطوه أصواتهم أو من لم يعطوه أصواتهم. اتكلم على ما سيتحقق في إسطنبول والمشاريع اللي هتقام في إسطنبول في ال5 سنوات المقبلة. اتكلم على الثقة اللي أعطاه إياها الشعب التركي، وإزاي هو والحكومة هيقوموا أو يكونوا على قدر المسؤولية وعلى قدر هذه الثقة. في جانب مهم جدا اتكلم فيه دانا متعلق بالمناطق المتضررة إثر الزلزال. خليني أقولك أنه المناطق دي بالأمس وفي تمام الثامنة صباحا كان في أماكن موجودة في المراكز اللي تعرضت لزلزال عشان يقوم قاطني المناطق دي أو المناطق المنكوبة إثر الزلازل بالتصويت في هذه المناطق. بعض التقارير يا دانا بتتحدث عن أن شعبية أردوغان في هذه المناطق كانت عالية جدا، وهي اللي يمكن ساهمت بشكل كبير قوي في تحقيق النتيجة اللي حصل عليها بفوزه في جولة الإعادة في الانتخابات التركية. اتكلم على مشروع سيتم في هذه المناطق لإعادة إعمار هذه المناطق. كل الحديث ده بيصب في النهاية في الوعود اللي أردوغان اتكلم فيها في برنامجه الانتخابي، من زيادة نسبة السياحة، من فرص عمل كثيرة للشباب التركي، مشاريع قومية ليها علاقة بالزراعة بالطاقة. رجب طيب أردوغان ألقى الضوء بشكل كبير جدا على الاقتصاد والأزمة الاقتصادية العالمية، واتكلم أنه تركيا مرت بأزمات واستطاعت بفضل التضامن وتلاحم الشعب الكبير بينهم وبين بعض ان هم يعدوا هذه الازمات. كل دي خلينا نقول ان هي خطابات طمأنه للشعب التركي. الخطاب بقول لك يا دانا لم يفرق كثيرا عن الوعود اللي قالها، ويمكن الوعود دي هي اللي خلت الشعب التركي ينزل ويصوت لرجب طيب أردوغان، لانه في الانتخابات السابقه كان وعد بمشاريع قومية، كان وعد باستقرار في الجزء المتعلق بالاقتصاد، ويمكن ده التحقق وظهر جليا في الفترة اللي فاتت في تركيا دانا. نعم، أنا بشكرك على أي حال زميلتي ندى رضا موفدة إكسترا نيوز من إسطنبول على هذا الرصد وهذه التفاصيل والمعلومات. شكرا جزيلا لك ندى.